هذا البرنامج برعاية مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في ابدأ من جديد. حلقة جديدة هنتكلم فيها مع بعض عن الرشاقة، عن التخسيس، عن الجمال. نجوم هيبقوا معانا. انتوا عارفين ايه اليويو؟ اليويو دي اللي هي نقطة المقاومة والعناد من الجسم. انتوا عارفين الناس اللي هي بتبدأ تخس وترجع تزيد وترجع تاكل وترجع من تاني تنظم أكلها، فتبدأ تخس فبعد شوية تزهق من الدايت، بتوصل لمرحلة معينة كده الجسم بيبدأ مقاوم، يبدأ يعمل الريزيستيف بوينت أو نقطة المقاومة أو نقطة الثبات اللي هي اليويو. نخلي بالنا كويس جدا ان احنا لما نخس لازم نوصل للمرحلة اللي الجسم بيبدأ يحافظ اوتوماتيك نفسه وما بيرجعش تاني، ما بيحصلش الارتداد. نخلي بالنا من الريباوند، الارتداد. نخلي بالنا ان احنا نكمل علاجنا لاخره. مفيش حاجة اسمها زهقت، مفيش حاجة اسمها تعبت. خلي عندك الارادة والاصرار والتحدي وكمل مشوارك كله لاخره. احنا في ابدأ من جديد كمان عاملين مشاركة مجتمعية هايلة مع ذوي الهمم وعاملين مبادرة مع مستقبل وطن، فخلينا نروح مع بعض في تقرير سريع نشوف المبادرة ونشوف الفعاليات ونشوف ازاي الولاد فرحوا. واحنا من هنا بندعو كل فئات المجتمع وكل اطيافه انه يشاركوا ويسعدوا اللي حواليهم. خلينا نروح للتقرير وراجعين لكم. وزي ما عودناكم ابدأ من جديد النهاردة بيشارك في احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا مش مجرد برنامج، يعني احنا لازم نشارك ونشوف الاولاد، فالنهاردة الاحتفالية مع الاولاد علشان يعني بنسعد الاولاد دي وبنطلع الفرحة على وجوههم. فخلينا نشوف النهاردة مع بعض الاحتفالية هيعملوا ايه ومقدمين ايه للاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. اهلا بيك استاذ عماد دياب. اهلا وسهلا بحضرتك، واحنا بنشكركم على حضوركم الكريم لينا دون ومساندتكم ودعمكم الاعلامي. ده شيء مهم جدا ان احنا ننقل للناس الحاله اللي موجوده دي واتجاه الدوله وكده السياسيه للمساله وسعيها على انها تظهرها بشكل فعال في المجتمع، وبتقول ان الناس دي اشخاص موجوده في حياتنا لازم نحافظ عليهم ولازم نديهم كل الدعم والعون في حل كل المشاكل والمعوقات اللي بتقابلهم. احنا كحزب موجود دلوقتي حاليا في مصر على الارض بيحاول وبيسعى انه يساعد بشكل ايجابي في حل المشاكل والازمات اللي بتقابلها الاسر اللي عندها اولاد ذو احتياجات خاصة. بنساعد معاهم على قد ما نقدر، هنشاركهم ونقدر نحل المشاكل القريبة ليهم بقدر المستطاع وبقدر الامكانيات. ومعنا الاستاذ هيثم عشماوي امين شباب حدائق القبة. قول لي دور الشباب النهاردة في المشاركة الاجتماعية ودوره النهاردة في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والفعالية. يوم المرح للاطفال ذوي الاعاقة، طبعا الشباب دورهم فعال في كل فعاليات الحزب، بالتحديد في فعالية النهاردة احنا دورنا اللي احنا نحافظ ازاي على الاطفال الموجودة النهاردة في الحديقة، ازاي نشاركهم فرحتهم، ازاي ننظم اليوم. فانا يعني بنتظر الفرصة وبشكر كل الشباب اللي معانا النهاردة على تعبهم من امبارح، وبإذن الله إن شاء الله اللي جاي أفضل. قول النهاردة يعني أمانة التنظيم بتشارك فعالية ذوي الاحتياجات الخاصة، أنت شايف إيه بالنسبة لملف ذوي الاحتياجات الخاصة؟ إيه رسالتكم النهاردة؟ إيه اللي عايزين توصلوه؟ ده بيعتبر إنجاز لمصر كلها وبيرد اعتبار كل ذوي الاحتياجات في جميع المجالات، فبالتالي ده كان أقل حاجة نقدر نقدمها النهاردة. وإحنا عازمين وبنقول إن إحنا في ظهر السيد الرئيس في هذا المسار، وإن إحنا بنحاول نلقي ولو حاجة بسيطة جدا من بسمة أمل على شفاه ووجوه هؤلاء البسطاء، وبنقول لهم إن أنتوا أسوياء
انتوا زينا. قولي لي النهارده مبادره يعني ذوي الاحتياجات الخاصه، النهارده انتوا دوركم ايه في التنظيم؟ هدفكم ايه من الرساله اللي عايزين توصلوها لذوي الاحتياجات؟ بصراحه انا نفسي نعمل توعيه وتثقيف كتير قوي للاهالي، بالذات يكون عندهم وعي عشان ما يبقوش معتبرين الاطفال دول مجرد ان هو عار او حاجه تتخبى. بالعكس احنا عايزين نظهرهم عشان اللي يقدر يساعد واللي يقدر يتبنى حالات او يقدر يديهم اي فايده يبقى افضل واحسن. دي كان هدفنا بصراحه من اليوم النهارده، زائد طبعا المرح والترفيه عنهم، وان احنا نعمل لهم يوم لطيف يقدروا يستمتعوا بيه. يعني مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في ابدأ من جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن حاجات كتير تهم جمهور الرشاقه، ويعني كمان الجمال، باحثات الجمال وباحثات الرشاقه. عشان كده بنورنا النهارده في ابدأ من جديد الدكتوره مروه سعيد، اخصائيه التغذيه العلاجيه والبرودكت مانجر لشركه ماجيك فارما. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور احمد، شرفت جدا بحضرتك النهارده. وعنوان البرنامج هو فعلا بدايه جديده لاي شخص ان هو يفكر كل على يعني مدى فترات حياته ان هو يبدا بدايه جديده كل وقت. ماجيك كانت حريصه جدا ان هي تقدم خدمه معينه لكل العملاء اللي بيتعاملوا معاها في كذا بدايه ممكن يبداوها جياسيا ليها علاقه بالصحه او ليها علاقه بالجمال زي ما حضرتك تفضلت. احنا خلينا الاول طيب نعرف شركه ماجيك فارما. شركه ماجيك فارما هي شركه الرائده الاولى في مجال التخسيس ومجال التجميل. وليه الاول يعني ما شاء الله ليه الطفره الكبيره اللي عملتها ماجيك فارما على مستوى الوطن العربي في مجال التخسيس والتجميل؟ احنا هنتكلم بداية عن ماجيك فارما ككيان متكامل. لما بيهتم بمشكلة معينة عند عميل بيحاول يحلها له بكل زواياه. على سبيل المثال اللاين بتاع التخسيس او النزول في الوزن، كنا حريصين ان احنا اثناء ما العميل او الحالة بيستخدم المنتج ده اولا بيستخدمها بامان عالي جدا، لانها منتجات امنة مضمونة وفعالة ومرخصة من وزارة الصحة، حرصا من ماجيك فارما على صحة عملائها. من ناحية تانية ان بعض المشاكل اللي بيتعرض لها الحالة اثناء النزول في الوزن زي مشاكل الشعر او البشره، كنا حريصين برضو ان احنا يبقى في منتجات معينه بتعالج لهم المشكله دي بطريقه برضو امنه وفعاله ومضمونه. فماجيك من النقطتين دول قدرت ان هي توصل لحجم المبيعات اللي هي قدرت والنجاح اللي قدرت توصله مع عملائها بالثقه طبعا عاليه جدا من العملاء اللي بيتعاملوا معاه. طيب يعني احنا بنتكلم عن سياسه الامان في ماجيك فارما. تمام. طيب خلينا نتكلم ساينتفك شويه، بما ان حضرتك يعني دكتوره مروه اخصائيه تغذيه علاجيه. الامان ده يعني في منتجات التخسيس، النهارده البيشنت او المريض اللي بيتصل بماجيك فارما علشان محتاج يخس وعايز ياخد مثلا دواء تخسيس، الامان ده اللي تقصدي بيه امان المكونات صح؟ أمان المكونات زي ما حضرتك قلت من ناحية إن هي كل مكوناتها هيربل أو ناتشرال، المكونات كلها طبيعية، أعشاب يعني أعشاب أو نباتات، زي على سبيل المثال الجارسينيا كامبوجيا. جارسينيا كامبوجيا وجد إن هي ليها صفة مهمة جدا في نزول في الوزن. ومن ناحية تانية هي ما بتشتغلش سنترالي خالص، هي بتشتغل لوكالي عن طريق إن هي بتقلل تراكم الدهون الزيادة والسكريات إن هي ما تعملش ضغط جامد على الكبد. هي منتجات آمنة، بتشتغلش على المخ تقصدي، بتشتغل على المعده، بتدي احساس بالشبع. يعني المريض النهارده اللي بياخد حاجه بيدور على حاجه تشبعه، لان دي مشكله من مشاكل يعني المرضى اللي بتحاول تخس ان هي جعانه، خاصه يعني في الجو البروده اللي احنا عايشينها، فهو بيحس بالامتلاء. يعني هي مكونات طبيعيه زي حضرتك قلت الجارسينيا، وايه تاني؟ جارسينيا وممكن نبات الصبار او الالوفيرا. ودي برضو من الحاجات النباتات اللي بتساعدنا ان هو نفسه ما تروحش للسكريات بطريقه كبيره، لان بتساعده على امتصاص السكر من الدم. كمان في الجرين تي والجرين كافي بيساعدوا ان هم كما مضادات اكسده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بيحسنوا من الساتايتي او الشبع، حاسه الشبع عند الحاله اللي بتستخدمه. يعني انا اعتقد ان ما شاء الله في يعني في ماجيك فارما اكتر من 48 منتج تخسيس، يعني حاجات يعني كتير.
انا اعتقد ان في حاجات بتشتغل على الحرق وحاجات بتشتغل على سد النفس وحاجات بتساعد على نزول الوزن وحاجات عشان نقط المقاومه والثبات. انتوا في ماجيك فارما يعني البيشنت مثلا اللي بيتصل بيكوا انتوا يعني بتشوفوا المشكله وتتعاملوا معاها ازاي؟ يعني ده الكيان ده شغال ازاي؟ في فريق طبي متخصص دكتور احمد شغال على النقطه دي بالظبط، ان هو بيتعامل مع الحالات كيس باي كيس او حاله بحاله، ان هو يقدر يوصف او يدي الكورس المناسب لكل حاله على حده، حسب طبعا زي ما حضرتك عارف الحاله الصحيه، حسب عمر المريض، حسب هو بيعاني من مشاكل صحيه ولا سيان ضغط او سكر او مشاكل قلب. بيجي لنا برضه نسبه كبيره من الاطفال بيعانوا موضوع السمنه، بيلاقوش منتج الدكتور ما يقدرش يكتب له كبسولات او دواء، فبيضطر ان هو يلجا لحاجه مكوناتها طبيعيه ما تضرش بيه وفي نفس الوقت تديله الافاده اللي هو محتاجها. طيب احنا قبل ما نروح للراعي الرسمي لبرنامجنا الفيت مود وفكره الاعشاب، حابب ان احنا نتكلم في ده، يعني محتاجين نتكلم برضو ان ماجيك فارما فيها حاجات للتجميل، يعني في لاين كبير قوي للتجميل وفي برودكتس كتير بتشتغل على المراه وجمال المراه، فحابب اتكلم عن ده. بعض المشاكل اللي بتعرض ليها الحالات اللي بتخس مشكله السيلوليت او الستريتش مارك، في منتج في ماجيك فارما بيشتغل على مشكله السيلوليت او الستريتش مارك، مكوناته كلها ناتشرال طبيعيه وفي نفس الوقت الكومبوزيشن او الكواليتي بتاعتها او جودتها عاليه جدا، زي منتج الايروش هو الاساسي فيه الكولاجين والالاستين، دول مادتين طبيعي اصلا موجودين في بشرتنا الطبيعيه، بس بيحصل لهم بيتهدر منهم جزء على مدار فتره اللي هو بدا يخس او مدار عمرنا عموما. احنا في المنتج ده بنمده بالكولاجين والالاستين بطريقه طبيعيه، وفي نفس الوقت السورس بتاعهم او المصدر بتاعهم مصدر عالي جدا في الكواليتي او في الجوده بتاعته، اللي هو المارين سورس او المصدر البحري، بيتاخد من الاسماك من بالظبط من القشور واللحوم بتاعتها، ما بيتاخدش من مصادر تانية عشان نضمن الكواليتي والامتصاص بتاعه يتم بطريقه كويسه، فبالتالي بناخد النتيجه اللي المريض يبقى راضي عنها وهو بينزل في الوزن، فبالتالي ما يحسش ان ليه عرق جانبي اثناء نزوله في الوزن. تمام. بلس كمان ان احنا بنضيف عليهم ماده القهوه الخضراء والشاي الاخضر كعوامل مضاده للاكسده، عشان خاطر احنا البشره بتتاثر بالعوامل الخارجيه زي الملوثات عموما اللي احنا بنتعرض ليها. مضادات الاكسده دي بتقاوم عوامل التقدم في السن او التجاعيد او الرينكلز اللي بتحصل للسيدات على مدار عمرهم بعد سن الـ40 بالظبط. الجرين كافي والجرين تي مسؤولين عن النقطه دي. بس يعني ده منتج بيشتغل على المشاكل اللي هي موجودة، تمددات الجلد والتشققات والسيلوليت. أنا أعتقد كمان ماجيك فارما عندها حاجات يعني ليها علاقة بالبشرة وبالشعر، يعني حاجات مقاومة لآثار الشيخوخة، واعتقد في حاجات للشعر، صح؟ في بالظبط كده، في براند اسمه البيفون، البيفون ده جروب كده، في منه الشامبو والسيرم وفي منه كمان البادي لوشن ليه علاقه بالبشره وككريم وكسكراب. تمام. ده بالنسبه للبيفون. كمان في كريم للهايبر بيجمنتيشن نيرمد، ده لتصبغات الجلد او البقع الغامقه اللي بتحصل نتيجه استخدام بعض الادويه زي الكورتيزونات بتعمل بقع او تصبغات في الجلد، او سيان حتى للبقع اللي تطلع من الشمس نتيجه تعرض الناس في المصايف للشمس او كده. ممكن يستخدم لتفتيح الهالات السوداء، اثار القرايه والسهر بالظبط كده، او واحده مثلا حابه ان هي تفتح بشرتها بالظبط، لان هو في ماده الكافيين كمان من خلال الكومبوننت او مكونات الكريم ان هي بتساعد كعنصر بنسميه دي بافنج، او زي ما حضرتك بتقول الانتفاخات او الهالات اللي بتحصل تحت العين اثناء فترات كبيره، ان انا بقعد على الجهاز الكمبيوتر او على الموبايل او انا بشتغل شغلي كله مكتبي، فده بيكون عامل ان هو بيزيل الانتفاخات اللي تحت العين زي ما حضرتك تفضلت تقول. غير طبعا البانسينول او المكونات الثانيه اللي بتعمل مويتشرايزنج او بتزود نسبه الرطوبه اللي موجوده في البشره اللي هي بتفقدها اصلا نتيجه العوامل الخارجيه، نتيجه ممكن بروده جامده جدا او درجه حراره عاليه جدا، ده بيخلينا نفقد جزء من رطوبه الجلد. بنبقى حريصين في المنتج ان هو يبقى فيه حاجه تزود نسبه الرطوبه دي عشان نعوض الفائد اللي بيحصل للحاله اثناء تعرضه لاي مشكله. يعني ممكن اللي بتستخدمه مش بس للتفتيح، لا كمان للترطيب. بالظبط كده. يعني يحافظ على الجلد وبعض المشاكل الجلديه زي مثلا مشاكل التهابات الحفاضات او المشاكل اللي بتيجي بعد فترات طويله من الكورتيزونات، بيحصل بعضها التهابات في الجلد، فممكن نستخدم معاها لان هو فيه البانسينول كاموليانت او كمرطب ليها زي ما حضرتك قلت كده. طيب خلينا نرجع تاني لفكره استخدام الدواء، واحنا اتكلمنا عن منتجات ماجيك فارما اللي بتساعد في التخسيس، منها اللي بينشط الحرق ومنها اللي بيسد النفس ومنها اللي بيكسر نقط ثبات الناس ما بتخسش خالص، يعني العديد من الحاجات اللي بتساعد يعني مرضى السمنه وازاي انه يقدروا يحاربوا السمنه، ده في ماجيك فارما. لا كمان ماجيك فارما عندها
الالياف، يعني خلينا نتكلم مع بعض عن الالياف الطبيعيه، الناس اللي بتستخدم الالياف، وفي كمان جمهور كبير دلوقتي بدا يتجه لفكره الالياف الطبيعيه، يستخدموا ده ازاي؟ ده موجود زي ما حضرتك قلت في منتج الفيت مود. فيت مود الاساس فيه هو بيشتغل بمحورين، محور منهم فكره الالياف الطبيعيه اللي هي مواد جانبيه، وفي نفس الوقت بتحسسه بتحل له مشكلته اللي هي مشكله اللي عنده شهيه للاكل باستمرار. فالالياف دي معموله في صوره عصير، بيتحط على الميه كوبايه ميه وبيشربه، ووراها بيشرب كوبايه ميه ثانيه. ده بيشتغل جوه المعده ان هو بينفش او بيعمل زي كتله كده معينه. الاكل عندنا بينزل في المعده اللي هي كيس الاكل. مجرد ما العصير ده بينزل بيبدا ان هو يكون كتله، الكتله دي طول الوقت ضغط على جدار المعده، فبتحس ان هو شبعان، المعده مش فاضيه، فبالتالي قللت كميه الاكل اللي هو هياخدها في الوجبه دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه ان هو في مستخلص بودره الاناناس، مستخلص بودره الاناناس فيه ماده مهمه جدا اللي هي ماده البرومولين. ماده البرومولين بتساعده كتير في هضم بعض المكونات في الاكل زي مكونات البروتين اللي فيه جزء كبير من الشعب ما مش بيقدر يهضم البروتين بنسبه كويسه. تمام. ماده البروميلين كمان ليها مواصفات مضاده للاكسده ومضاده للالتهابات، لان غالبيه الناس اللي بتعاني من السمنه غالبا عندهم مشاكل في التهابات المفاصل، زي التهاب مثلا مفصل الركبه او التهابات في القطنيه، فبالتالي هو بيضاد لي عوامل الالتهاب اللي موجوده عند الحاله دي. تمام. غير كمان ان هو فيه فيتامين سي عشان خاطر بيعلي معايا المناعه من ناحيه، ومن ناحيه تانية بيزود لي معدل الحرق الميتابوليزم لو هو عنده مشكله ما فيه. تمام. هي يعني حتى احنا كنا بنتكلم قبل الهوا عن فكره بالون المعده لاستخدام الفيت مود، هو ليه تاثير وقتي زي ما حضرتك قلت كده، ان هو بيدي احساس بالشبع، ان المريض ما ياكلش كميات اكتر من الاكل لان هو حاسس اوريدي انه شبعان. لكن احنا كنا بنتكلم بره لما يعني قاعدين مع الناس بره، فبنقول بالون المعده انه بياخد جدران المعده كده ويعمل لها كولابس، يعني يبدا يضيق المعده على المدى الطويل من الاستخدام. فهو يعني مفيش داعي ان الناس تبدا ان هي ايه تتجه لبالونات المعده والكلام ده، ممكن باستخدام الالياف الطبيعيه ممكن ان هي مع الوقت تبدا معدتها تضيق وتاخد كميات اقل بكتير من الاكل. وانا عجبني قوي فكره ان في عناصر معدنيه واملاح معدنيه وفيتامينز، يعني هو مختلف الفيت مود حقيقه في كده، لانه بالظبط يا دكتور هو فكره عمليه نفسها مزعجه لاي حد ان هو يسمع عمليه وجراحه وتخدير وهدخل وتكلفه عاليه جدا عليه. طب ما انا اقدر احل نفس المشكله زي ما حضرتك تفضلت وقلت في منتج امن وطبيعي ومش هيعمل لي لا هيكلفني نفس التكلفه ولا هيخليني ادخل في الريسك بتاع العمليه والجراحه وتخدير انا في غنى عنه. تمام. في نفس الوقت هو بيناسب فئه عمريه كبيره قوي، لو طفل صغير ممكن يستخدمه، لو حاله معينه عندها حاله صحيه مريض السكر ممكن يستخدمه، او مريض الضغط، او مريض عنده مشاكل في القلب، صعب جدا ان انا استخدم له اي ادويه ثانيه خالص. فبالتالي انا اقدر استخدم معاه الفيت مود بامان عالي وبطريقه فعاله جدا، وهيحقق له نسبه الشبع اللي هو عايزه. نسبه الشبع او النتيجه اللي هو طبعا بينشدها في الاخر ان هو يقلل كميه الاكل اللي هو بيتناولها خلال الوجبه. طيب انا يعني يا دكتوره مروه، يعني دايما البرنامج بتاعنا يبدا من جديد هو برنامج خدمي على مستوى ملف الرعايه الصحيه المرضى، وانا عارف ان ماجيك فارما بتقدم خدمات كتير لمرضاها اللي بيحاولوا يخسوا او اللي بيدوروا على الجمال، فمتعود دايما ان اي حد بيجي لي لازم يقدم لي خدمه على مستوى الملف الصحي. فاحنا عايزين ماجيك فارما تتبنى علاج حالتين بالمجان لبرنامجنا ابدا من جديد، فهناخد من حضرتك وعد بده وهنوصله لحضرتك من خلال فريق العمل المعاون لحضرتك في الشركه من الاطباء التغذيه المتخصصين. فيعني ناخد وعد بده من ماجيك فارما؟ طبعا ماجيك فارما بتتعهد طول الوقت ان هي تقدر تلبي طلبات العملاء اللي بيتعاملوا معاها، وفي نفس الوقت مش هتقدر تتاخر ان احنا نقدم الموضوع ده طبعا للعملاء بتوعها، ان احنا في فريق طبي هيبقى مسؤول ان هو يرد عن الحالات اللي هتبدا ان هي تناشد موضوع حابين ان هم ينزلوا في الوزن بامان عالي، ما فيش مشكله ان احنا نقدر ان احنا نتبنى الموضوع ده. طيب اخيرا اخر حاجه تقوليها لجمهور ابدا من جديد في رساله قصيره ومباشره؟ عايزين نقول لهم ان هو موضوع النزول في الوزن هو لايف ستايل او طريقه حياه، كل واحد لازم يقف مع نفسه وقفه لو هو بينشد ان هو يوصل لصحه كويسه وفي نفس الوقت جسم مثالي. تمام. طيب
دكتورة مروة سعيد، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، البرودكت مانجر لماجيك فارما، الشركة الأولى في مجال التخسيس والسمنة والنحافة والتجميل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك النهاردة معنا في ابدأ من جديد. معنا الأستاذ الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية. محتاجين نتكلم مع حضرتك يا دكتور عن اضطرابات الجو وتأثيره على الجلد والأمراض الجلدية اللي بتظهر في الفترة دي. الحقيقة الفترة دي من السنة احنا دخلنا في شهر أمشير بتتسم بالتغير الشديد في درجة الحرارة اللي بيصاحبه عادة رياح متربة، ودي بتمثل الحقيقة مشكلة بالنسبة للناس اللي عندها حساسية. يعني الناس عندها حساسية أول ما يبدأ الجو يتغير كده وتبدأ تشم الأتربة دي بتبدأ تظهر عليها أعراض المشكلة. تلاقي مثلا التهاب في الجلد، رغبه شديده في الهرش، وفي بعض الحالات بتبقى شديده جدا وقد يصاحبها ايضا ازمات ربويه. عشان كده احنا بنقول للناس والاسر اللي عندهم اطفال مثلا عندهم حساسيه او كبار، نخلي بالنا في الجو ده. لما نلاقي الجو مطرب كده بلاش الاولاد يخرجوا من البيت، او الكبار السن عندهم حساسيه شديده بلاش تخرجوا من البيت، ونقفل الشبابيك كويس قوي. لما انا عارف ان الولد بيجيله حساسيه أو الكبير عنده حساسية، فبنعمل إيه؟ لما بسمع آية أرصاد هتقول بكرة في اضطراب أو بعده، على طول بالليل أوتوماتيك باخد قرص مضاد للهستامين. ليه؟ لأن أنا أؤمن دايماً بأن الوقاية خير من العلاج. باخده بالليل لمدة يومين لغاية ما تعدي الموجة دي، فأعدي بأمان. إنما ما استناش بقى إن أنا أشم اضطراب وأبدأ أعراض، هنا بيبقى العلاج أصعب. تفاقم الأعراض في الحالة دي بتكون إيه يا دكتور هاني؟ إذا كانت في الجلد بتبص تلاقي إحمرار شديد في الجلد، رغبة شديدة في الهرش، ممكن تؤدي إلى إنسان يعور نفسه من كتر الهرش في الإيدين أو في الرجلين أو في الصدر. كمان ممكن تظهر حالة أرتكاريا، ممكن تصيب فروة الرأس، فبتاخد أشكال كتير حقيقة، ولكنها بتبقى مؤلمة جدا. فهنا الوقاية خير من العلاج. طب بعض الناس ساعات بيضطر يخرج في الجو ده، فبنقول له إيه؟ حط ماسك، البس ماسك، الوقناع. ومش عيب إن إحنا نلبس ماسك، في بعض الناس بتتكسف. ليه؟ أنا لما أحطه هحمي نفسي. البس نظاره غامقه، الحاجات دي البس بكم طويل، البس الوان فاتحه، الحاجات دي بتاثر وبتحميه جدا. زي ما اقول سيادتك الوقايه خير من العلاج، وبننصح دايما الناس شرب الماء كتير. دكتور هاني، في بعض الناس مع تقدم العمر بيبدا يظهر لهم نوع من انواع التجاعيد، وبتبدا عندهم علامات تكبر من السن. طب احنا ايه الكونسرفاتيف رول او ايه الاجراءات الاحترازيه، خاصه يعني السيدات بقى، يعني هم اللي بيهتموا بالقصه دي، ايه اللي نقدر ننصحهم بيه ان هم ما يظهرش عليهم علامات التقدم في السن مبكرا؟ شوف طبعا، بس قبل لازم برضو نوعي السيدات والبنات بالنقطه. الاعلانات اللي بنسمعها طول النهار ان في كريمات ممكن تستعملها عشان تمنع ظهور التجاعيد، ده كلام غير حقيقي، وبلاش ننخدع وراء الاعلانات. لا يوجد كريمات تمنع ظهور التجاعيد، ولا يوجد كريمات تعالج التجاعيد، بس عشان خاطر ايه الناس تبقى عارفه ان ما في اجراءات انا بعملها بتاخر ظهور التجاعيد، وعدم التعرض للشمس خاصه فتره الظهيره، يعني موضوع الشمس ده مؤثر جدا على ظهور التجاعيد. نمره 2، كثره شرب الماء. بنقول دايما نحاول نشرب 3 لتر ماء في اليوم متوزعين، طبعا دي بتحافظ على الجلد جدا. كمان الاكل الصحي خاصه السلطات الخضراء، المحافظه على اكل السلطات الخضراء كل يوم ده مهم جدا في موضوع التجاعيد. التدخين لازم نبعد عن التدخين تماما. الحاجه الاخيره وهي الاصعب الحقيقه، ان انا ابعد عن التوتر والشد العصبي، لان ده بيمثل عامل كبير جدا في ظهور التجاعيد. فهي نصيحه صعبه لكن لازم اقولها، ان البعد عن التوتر بيساعد في منع ظهور التجاعيد مبكرا. دكتور هاني الناظر، كنت معنا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في ابدأ من جديد. تقولي المرضى، اخر رسالة لمرضى ابدأ من جديد، ايه الرسالة اللي حضرتك توجهها ليهم، سواء رسالة اجتماعية او سواء رسالة طبية من المرضى اللي بيتابعوا اللي بيعني احنا بنقول لهم ابدأ من جديد؟ اقول له دايما الوقاية خير من العلاج، ابدأ بالوقاية ما تستناش العلاج. وعايز اقول له كمان حاجة مهمة جدا، بلاش نستخدم ادوية بسرعة عشوائية. يعني ما فيش داعي ان انا اخد علاج من واحد صاحبي او واحده صاحبتي، او ان انا اقراه في حته. اما يبقى عندي مشكله صحيه لازم اخد راي الطبيب المتخصص، لان الحاجات دي ممكن تعمل لي مشاكل صحيه كبيره، فلازم نتحاشاها. شكرا دكتور هاني الناظر.
مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في ابدأ من جديد. احنا عارفين ان دايما حياة النجم وحياة الفنان هي قدوة للجميع. ناس كتير جدا بتهتم بنجومها، يعني خاصة فئات المجتمع السيدات بتهتم جدا بالنجوم اللي هم يعني جمال وشكلهم جميل وعندهم رشاقة، يهتموا هم عايشين ازاي، حياتهم فيها ايه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، اللايف ستايل ايه. فعلشان كده احنا بتنورنا النهاردة النجمة الجميلة الفنانة ندى بسيوني. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا انا يعني شايف دايما ان جمهور حضرتك يعني بيهتم بحياتك الشخصيه، الاكل، الشرب، عايشه ازاي. فخلينا نبدا من اللايف ستايل بتاع حضرتك. اولا ميرسي على اللي انت قلته المقدمه. هو انا فعلا ليا لايف ستايل محدد جدا، ممكن يبقى غريب شويه عن ناس كتير او عن الفن عموما، مش الناس العادية. حتى أنا بصحى من 5:30 الصبح، يعني يوم ما أصحى متأخر ممكن أصحى 6 مثلا. ده يوميا بصحى. بنام بدري جدا، يعني ممكن 10:30 11 بالكتير 12، ده يعني ببقى عاملة كده خلاص. إلا لو في تصوير فبيبقى الموضوع مختلف خالص. النوم بدري والصحيان بدري ده اصلا بيظبط الميتابوليزم بتاع الجسم كله. صحيح. لان في افرازات معينه في المخ من بعد الساعه 2 اللي هي بتحافظ على المخ، وحضرتك دكتور وعارف، وعلى ان الانسان تفضل ذاكرته كويسه. بيبقى بعد الساعه 2 بعد الظهر، بالليل. 2 بالليل. فانا بنام بدري وبصحى بدري. اول ما بصحى بشرب مية دافية بكمية معينة. الوصفات بقى عشان الجمهور. لان دي مهمة جدا جدا حكاية المية دي. ابتدوا يتكلموا عليها مؤخرا، بس انا ده من وانا في تالتة اعدادي بشرب المية السخنة. كمان بهتم بالسلطة، خضروات والفواكه قوي. انا مش بتاعة لحوم قوي، يعني يمكن بميل للاسماك وممكن الفراخ والحاجات دي، لكن الطيور يعني طيور. لكن مش بتاعت لحم احمر. واثبتت برضو الدراسات ان اللحم الاحمر له اضرار اكتر. صحيح. يعني من فوائده الا في حاله الجروح والاطفال الصغيرين عشان نسبه البروتين. صحيح. فبيساعد على التئام الجروح وعلى ثقافه. والله قاريه جامد جدا. عشان بتقري في التغذيه جامد. لا بعرف كل حاجه. الممثل لازم يكون كده، لازم يبقى مثقف في كل حاجه. المشي مهم جدا، ممكن بمشي عدد ساعات يوميا، يعني المينيمم ساعه، ممكن بيبقى اكتر من كده. الهواء النقي، البعد عن الحاجات اللي هي الشيشه والسجاير والناس اللي بيشربوا الحاجات دي. لا خالص الحمد لله. فده اصلا مضر جدا برضو، من الحاجات اللي بتبوظ البشره وكل الكلام. يعني مستغرب اللايف ستايل، لان يعني دايما وقت الفنان ما بيبقاش، يعني مفيش متسع انه يقدر يعمل الرياضه ويمارس رياضه منتظمه ويقدر ينام بدري ويصحى بدري. يعني ده بيجي ايه، من تنظيم الوقت طبعا. وقت التصوير، احنا تصويرنا ما بيبقاش طول السنه على فكره. لما بتعمل مسلسل بيبقى له مده محدده. وانت مش في كل الديكورات، يعني مش صحيح. مش بيبقى بالطريقه دي، فبيبقى عندك وقت بتظبطه. اما ازاي بتظبط ده، لان انا مامتي كانت كده بتنام بدري وبتصحى بدري. فانا طلعت شبهها في تنظيم وقتي. اما الممثل، لا، انت اغلب الممثلين على فكره بيلعبوا رياضه وبيحافظوا على نفسهم، يعني دي ده راس مالهم. صحيح. انا على فكره كنت في مره شفت لقاء للفنانه الجميله ليلى طاهر، سالوها انت محافظه يعني على جمالك، ايه سر جمالك؟ قالت لهم كده برضو، انا بنام بدري وبصحى بدري جدا. فانا يعني بما ان حضرتك يعني فنانه جميله وكده، فهي عشان الناس كلها بدات تسهر جامد قوي وبقوا كلهم كائنات ليليه. على فكره الناس عموما مش الفنانين، انت بتلاقي الناس بتسهر، العاديين ده، حتى الاطفال بقى يومهم مقلوب. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، لو بتتكلم على جمال، انا ما يخصنيش، لكن عموما الجمال في الحياه، الجمال مش ملامح. الجمال
لو انت من جواك حلو هيبقى شكلك حلو. صحيح. لان الجمال نسبي، بيختلف من مكان لمكان، حتى جغرافيه المكان بتتحدد بنسبيه الجمال. يعني الجمال في افريقيا بيختلف عن الجمال في اوروبا، عن الجمال في جنوب افريقيا، عن الجمال في امريكا واستراليا. في نوع اكتذاب لأشكال معينة، قد يكون في الغرب بيجذبهم السمار وفي الشرق بيجذبهم البياض علشان ده مش عندك. صحيح. فالجمال ده نسبي، فبيبقى ما تقدرش تقول ده حلو وده وحش، يعني على حسب الإنسان من جوه. لكن انت من جواك انت روحك عاملة ايه بيطلع على وشك. طب بما اننا اتكلمنا بقى عن الحاجات والنفسيات والإنسان من جوه، انا حابب اعرف يعني الفنانه ندى بسيوني من جوه لو تعرضتي مثلا لضغوط نفسيه بتعملي ايه؟ يعني احنا طبعا يعني الفنان نفسه لما بيتعرض لستريس شديد بيتصرف معاه ازاي؟ لو موقف صعب وضغوط نفسيه قويه جدا، عمرها بالنسبه لي 24 ساعه بتنتهي على طول. لان على راي المثل تبات نار تصبح رماد. صحيح. لما انت بيبقى عندك ايمان قوي جدا ان اللي بيجرى لك ده هو الخير، لان ربنا مش بيديك غير الخير، يبقى عندك ثقه في الله ان هو بيعمل عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فاللي انت فاكره شر ممكن يبقى هو ده الخير بالنسبه لك. صحيح. وهتحس بيه وهتعرفه بعد كده انه كان جه في الوقت المناسب اللي هو لمصلحتك. فانا مهما كان الضغط، اصل الضغوطات بتبقى ايه؟ انفعالات، ضغوط ماديه، ضغوط اجتماعيه. فحتى لو مريت بهذه الازمات فانت تعرف ان ربنا بيحطك في اختبار لما هو خير لك. لو انت برمجت نفسك على كده وبقى عندك ايمان قوي قوي بالحكايه دي مش هتتضايق، هتزعل شويه لكن بعد كده هتصفى ذهنيا مع الموضوع. طيب يعني مش عايزه تقولي لنا سر من اسرار الجمال اللي حضرتك محافظه ما شاء الله بشرتك ما شاء الله جميله، هل كل القصه في الستايل بتاع اللايف بتاعنا احنا بننام بدري وبنصحى بدري في وصفات بتعمليها في حاجه معينه؟ هقول لك انا بؤمن بالحاجات الطبيعيه. يعني الزبادي بالعسل الابيض ده بيتعمل ماسك على الوش بيبقى هايل، بيخلي البشره حلوه جدا. تمام. البعد عن السجاير، احنا اغلبنا البوليوشن هو اللي بيبوظ البشره. لما انت تبقى بتبعد عن الاماكن، انا ما بستحملش عن حد بيشرب سجاير. لما انت بتبعد عن الدخان يبقى بتبعد عن التلوث، يبقى بشرتك بتعرف تتنفس. نظافة البشرة على طول دي مهمة جدا. النوم بدري، طبعا النوم بدري ده مهم جدا، وكمان بتبقى فيه جينات يعني في البشرة بتبقى طيب. وارث جينات. طيب احنا يعني في ابدأ من جديد، رسالة حضرتك ايه في ابدأ من جديد؟ يعني ايه اللي تقوليه مثلا لجمهور ابدأ من جديد؟ اقوله ان اعتبر كل يوم بتصحى فيه من نوم بداية جديدة. طيب وعلى مستوى حضرتك حياتك الشخصية، ايه اكتر يعني موقف اتعرضتي فيه لانفعال وتفتكريه؟ يمكن اكتر مواقف بتبقى صعبة فقدان عزيز. يعني يمكن انا كنت مرتبطه بمامتي ولا زلت رغم رحيلها، الف رحم عليها. يعني دي اكتر موقف انا تعرضت له بهزه عاطفيه جامده جدا، لان انا مرتبطه بمامي جدا جدا. وهي يعني عدت بفتره مرض 3 سنين ونص، كانسر سيفير، اخر جريد في الكانسر، وكان منتشر. فدي يمكن لما توفت دي اكبر هزه عاطفيه انا تعرضت لها. بعديها فتره، بعديها بسنتين، وفاه الكاتبه منى نور الدين، ودي كانت الام والاخت والصديقه اللي بعد امي في الحياه. الله يرحمها. خدت حته من قلبي، يعني مامي خدت حته ومنى خدت حته. طب وازاي بدات تاني يعني بعد كل الضغوط الكبيره دي؟
عملت معادلة مع نفسي. قلت ان احنا في الدنيا في رحلة. والرحلة دي لها تايمينج، هتطول هتقصر، هي رحلة وبتنتهي، وبعد كده بنروح للواقع والحقيقة الآخرة دي. هقابل كل الناس اللي انا بحبهم، فاكني مسافرة، ولما هيجي وقتي هروح لمامتي هشوفها، وهي اول واحدة هتبقى في استقبالي، هي وكل الناس اللي بحبها او كل مخلوقات الله اللي بحبها. ما انا كان عندي برضو حاجات عزيزة عليا، قطة، كلب، عصفورة، بغبغان، انا غاوية مخلوقات كتير، مخلوقات الله. يعني انا بعتبر دي رسالة تسامح. طيب انا عايز اسال، يعني ازاي الفنان بيقدر يحافظ على حياته الخصوصيه؟ ويعني مجتمع طبعا دايما مهتم بالتفاصيل، ازاي حضرتك بتقدري تحافظي على ده؟ انا ما عنديش مشكله في تفاصيلي في الحياه، لان انا انسانه بسيطه جدا وعفويه جدا، ما عنديش مشكله في ان انا انزل اروح في حته واكل سندوتشات وامشي باكل سندوتشات في الشارع. ما عنديش مشكله ان انا اروح السينما واخد الفشار بتاعي اللي قد كده ده واقعد اكله في وسط الناس واتصور مع الناس واكلم الناس. ما عنديش مشكله في القرب من الناس. يعني ما مش عايشه في صومعه او بوتقه خاصه بيا، انا عايشه مع الناس. يعني مش منعزله؟ مش منعزله. طيب يعني ما بتضايقيش؟ وبروح السوبر ماركت ونقي الخضار، ولو عايزه مثلا بطاطا ومش عارفه، انا بحب البطاطا عايزه نوع مش عارفه ده احسن النوع ده ولا انا، اصل بيقول لك ايه مش عارفه ايه وايه وده نوعه ايه وده نوع ايه، فلقيت واحده بتشتري قلت لها هو انه اللي احسن، قالت لي دي بيقولوا عليها اورجانيك وبتاع بس ملهاش طعم، لكن دي البلدي، قلت لها هناخد دي، قالت لي بس اغسليها كويس، قلت لها ماشي، قعدت انقي وخدت من دي عادي، انا غاويه اروح اشتري حاجتي بنفسي. طب يعني الجمهور اللي يعني بيشوفنا دلوقتي يقول تاكل فشار وبطاطا لا لا عادي يعني. طب الوزن اخباره ايه؟ لا البطاطا ما بتتخنش على فكره حضرتك. لا البطاطا ما بتتخنش، ما بتتخنش، يعني الفكره في الافراط في تناول الحاجه، والفشار كمان ما بيتخنش الا لو في مكسبات، يعني اللي بالكراميل ده المسكر بس انا باخد نص بالملح ونص بالكراميل طب الوزن اخباره ايه؟ هل بيزيد وبيقل زي الناس؟ ده طبيعه الحال مع الناس ولا هو؟ بص انا الاطار بتاعي في الوزن 2 3 كيلو زياده وبينزلوا، بس ال 2 3 كيلو بيفرقوا معايا، بيفرقوا، بحس ان انا عندي خدود، بيفرقوا في الشكل يعني. في الشكل لما بخس بلحقهم. لا يعني اقصد ما فيش كان زياده اكتر من كده في فتره من الفترات، فتره حمل وخلفه بقى، يعني دي اللي تخنت في الحمل بتاع 10 كيلو تقريبا. لكن في العادي هم ال 2 كيلو بيزيدوا 2 و3 وبينزلوا. لا لان احنا الكاميرا بتخنا زياده كتير جدا. صحيح. يعني انا طبعا لو نزلت عن ال 2 3 كيلو دول زياده كمان هيبقى شكلي زي بتاع الصومال، يعني هبقى عامله كده، بس هيبقى حلو في الكاميرا، بس انا ما بستحملش قوي كده، يعني الواحد برضه عايزه شكل معين، عايزه شكل طبيعي. يعني الفنانه ندى بسيوني عندها العديد كمان من المشاركات الاجتماعيه، احيانا عايزه اعرف يعني ما شاء الله بتلاقي وقت ازاي تعملي مشاركه اجتماعيه وتروحي جمعيات اهليه وتحافظي على الكارير، على الفن والبيت والخصوصيات، تلاقي وقت ازاي؟ لما حد بيبقى عايز يعمل حاجه بيقدر يعملها وبيعرف يوفق وقته، وزي ما قلت لك قبل كده ان احنا الفن احنا مش ال 24 ساعه بنشتغل في الفن. وبالنسبه للنشاطات هي مش جديده، هو انا طول عمري بعمل النشاطات دي، ويمكن السوشيال ميديا هي اللي قربتنا لبعض اكتر، دخلت في تفاصيلنا اكتر، عرفنا عن بعض اكتر. يعني عرفنا من الناحيه الانسانيه للفنان اكتر. لان انت قبل كده كنت بتشوفه من خلال العمل الفني اللي هو بيقدمه بس، لكن دلوقتي بقيت بتشوفه كمان من جوانبه الحياتيه. انا بعتقد ان الانسان خلق ليخدم الاخر، والخدمه بمعنى ان انت حتى الابتسامه في وجه الاخر دي خدمه، ان انت تقول له كلمه طيبه دي خدمه، تقدر تساعده في حاجة هو مش عنده وعندك او انت قادر ان انت تعملها، فدي يعني حد بيعدي الشارع مش عارف يعدي، مديت ايدك له وخدته وعديته الشارع،
دي خدمة. وبعتقد ان هي دي الحاجة اللي بترقي الروح اكتر صحيح من اي حاجة تانية في الدنيا. والخدمة المجتمعية دي يعني ده يعني التكافل الاجتماعي. وده موجود في كل الأديان، ان انت مثلا حب لأخيك ما تحبه لنفسك. بس أنا الحقيقة يعني ملاحظ من صفحة حضرتك على الفيسبوك إنك دايما مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا. أنا عارف كمان إن كان ليكي مشاركة في سانت كاترين معاهم، فيعني تحديدا هم ذوي الاحتياجات الخاصة، هو أنا بحس هم دول أقرب لقلبك يعني. في الحقيقة هو مش بس ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هكلمك عن موضوع سانت كاترين لأن ده موضوع كبير جدا، ولكن كمان مثلا احنا في عز الاحداث اللي كانت موجوده في 2011 وبعديها، انا رحت الخنكة. ودي الامراض العصبيه العقليه للرجاله. وانت عارف ان ايامها كانت الطرق خطر، ورحت علشان كنت بحكم في مسرح بيقدموه بيمثلوا هم. وفوجئت طبعا في الحقيقه المشرف الاجتماعي بتاعهم عامل لهم شغل حلو جدا، والعلاج بالتمثيل. وكانت حاجه يعني فعلا جميله يعني. فده نشاط مش بس ذوي الاحتياجات او ذوي الهمم، انا بحب اسميهم كده. وغيره والناس اللي بتبقى محتاجة ومستشفيات والأمراض زي 57، يعني المانيا مثلا احنا وزعنا حاجات في الناس اللي ما عندهاش سقوفة وتعمل لها سقف، اللي هم حاطين الجريد على البيوت بتاعتهم والعقارب بتقع من السقف ممكن، او حد ما فيش مجاري فتعمل كلها بمجهودات على فكرة، لا جمعيات ولا اي حاجة، دي كلها مجهودات فردية، ناس هما اللي بيتبرعوا للخير للناس. وهو ده التكافل الاجتماعي اللي المفروض كلنا نعمله، كل حد يقدر يعمل حاجة ولو بسيطة. البسيط بالنسبة لك ممكن يبقى كتير قوي بالنسبة للآخر، ممكن 20 جنيه، انت تحس ايه ال20 جنيه دي، لكن تبقى بمثابة مليون جنيه لحد تاني، لانها بتحلله حاجة. موضوع سانت كاترين، بنكمل بعض مبادرة افراد عاديين جدا بيعملوها، رئيس المبادرة أحمد مسعود. وفكر في حكاية إن هو يجيب ذوي الهمم الأبطال. بطل محمد مثلا الحسيني ده اللي حاول يعدي المنش صحيح واتكرم سيادة الرئيس صحيح. عندك كريم، فاطمة عليان، ناس يعني مجموعة. كريم ووحيد جايب 95% أو 96% في الثانوية العامة. كريم برضو كان بطل من أبطال السباحة. وسامة بتغني حلو جدا، ومريم مجموعة جميلة جدا جدا. خدناهم وطلعنا في الباص في رحلة استغرقت 15 ساعة تقريبا، لأن طريق سانت كاترين كان مقفول. وعلى أساس إن هم يقدموا الخير لأهل سيناء، وخصوصا كان في سيول حصلت فاتعملت كارثه يعني هناك، الطرق كلها اتكسرت وبيوتهم باظت، والجبل نزل حاجات كسرت الاسفلت حتى. فروحنا ووزعنا بطاطيمة للارض وملابس، الحاجات اللي بتدفي قوي، حاجات كده يعني، وبونبوني وشوكولاته واعلام مصر. والجميل انهم خدوا اعلام مصر للاطفال وقعدوا يقولوا تحيا مصر تحيا مصر، كانت حاجه عظيمه جدا جدا. وتشوف لما الأطفال دول ذوي الهمم وهم بيقدموا الخدمة للآخر. وديناهم، احنا رحنا سانت كاترين ودهب وشرم الشيخ، ويعني ومجتمعات كده، أو يعني أصلها ما تقدرش تقول مدينة وما تقدرش تقول حي، في وسط الجبل بيوت تجمعات بدوية في أبو سعال وفيران وكذا منطقة كده تانية. ورحنا وديناهم الدير بتاع سانت كاترين الصبح، وكنا بالليل في شرم الشيخ، ودخلناهم الجامع الجميل الرائع ده، أجمل جامع في مصر. اللي في الحقيقة بمجهودات خالد بفودة، محافظ اللواء خالد بفودة
محافظ جنوب سيناء. فبص بنبين لهم كمان انه مصر مسلمين ومسيحيين مع بعضينا عايشين مترابطين. بنعلمهم ان هم يبقى عندهم تسامح. هم طبعا عندهم كل التسامح والمحبة اللي في الدنيا في قلوبهم، بس احنا بنعلمهم زيادة وبنعلمهم انهم يخدموا الغير. وفي مبادرة تانية احمد مسعود عملها وحلوة جدا، هم في منهم رسامين وبيرسموا بشكل فائق حلو جدا رائع يعني. بنحاول نتعمل لهم معرض يعملوا لوحات فيه وتتباع اللوحات دي. نص فلوسها لهم ونص فلوسها تروح للشاريتي، هم بنفسهم يوزعوها على المحتاجين الغير قادرين. ما شاء الله جمال. طيب احنا يعني قبل ما نختم فقرتنا النهارده، انا طبعا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. انت فنانه جميله مش بس يعني النهارده يعني نموذج للجمال من متابعينك، لا من جوه جميله يعني متسامحه وفيك صفات شخصيه وسمات شخصيه كتير حلوه جدا. بس لازم اسالك كام سؤال كده بما اني طبيب تغذيه علشان يعني نقفل حلقتنا النهارده. بتشربي ميه قد ايه في اليوم؟ اول ما بصحى بشرب تقريبا 2 مج قد ده كده. بس انا مش بشرب في مج، انا بشرب في الكوبايات الكبيره كده 2 بحطهم جنبي عشان اشرب. يعني اليوم كله مثلا ايه لترين؟ وبعد كده انا مش عارفه باللترات حكايه اللترات دي، لكن يعني مثلا ممكن يبقى 8-9 كوبايات من الكبار دول. كويس جدا. طب استخدامك للملح؟ قليل قوي لان انا ما بحبش الملح ولا السكر. سويتي لافر؟ انا بحب الحاجات الحلويات بس ما بحطش في الشاي والقهوه سكر. بشربهم كده، بحب طعم القهوه قهوه، الشاي شاي. لكن بحب العسل الابيض مثلا، وبحب الحاجات الحلوه. تشربي اعشاب؟ شاي اخضر؟ شاي اخضر كتير، ينسون. في حاجه اسمها حبق بجيبها من سانت كاترين. تجنن، حلوه قوي في الشاي. طعمها يجنن، حلوه قوي. معرفش هي فايدتها ايه بس انا بحبها بشربها. ساعات بحط كركم، معلقه كركم في ميه دافيه وبشربه. انا بحب طعم الكركم. كركم عظيم للقولون والانسجه. والله انا ما اعرفش، انا بشربه، انا بحبه. يعني بتحب الاعشاب؟ بحب الاعشاب جدا، وبحب حتى البقدونس والكرفس. وممكن في واحد كده بيعمل عصير جنبنا، بخليه يعمل لي التفاح الاخضر بالكرفس والبقدونس والجزر. طب اخر سؤال، اخر اكتر اكله بتحبيها كندا بسيوني مفيده، واكتر اكله مضره ايه؟ يعني اكتر حاجه يعني فاست فود ايه من الحاجات السريعه اقول لك دهننا يعني المسبكه الاكل التقيل يعني. اكتر حاجه بحبها مفيده الخضار والفاكهه. انا بحب كده يعني اساسي عندي السلطات. اكتر حاجه قد تكون مضره بحبها الشوكولاته. انا مدمنة شوكولاته، بحب الشوكولاته جدا. بس انا سمعت ان الشوكولاته ليها برضو فوائد. يعني ما هياش وحشه قوي زي ما احنا بس حسب متوقعين. الاستخدام يعني هي ليها مميزات كتير. يعني شوكولاتايه يعني مش هاكل صندوق، يعني شوكولاتايه على قد معدتي يعني. فنانه الجميله ندى بسيوني بشكرك كل الشكر اللي ابدا من جديد. الحقيقه نورتينا وشرفتينا، ويعني شفنا في حضرتك سمات كتير حلوه وتعلمنا منك حاجات كتير جميله. شكرك. كل الشكر لحضرتك. شكرك. مشاهدين ابدأ من جديد، بكده انتهت فقرتنا ابدأ من جديد. دي رسالة علشان كلنا نبدأ من جديد. شفنا حياة النجوم عاملة ازاي، اكلهم ايه، شربهم ايه. انتوا كمان خليكم نجوم وابدأ من جديد. زي ما شفنا مع بعض الفقرات كانت كتيرة وجميلة ومفيدة، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. لكن ما تنسوش الكبسولة الطبية. اشوفكم في يوم جديد من ابدأ من جديد. سلام. ست اسئلة لازم تسألهم للصيدلي لما تروح للصيدلية علشان تجيب اي دواء. هل الدواء ده ليه اثار جانبية؟ الطبيعي ان الدكتور مش هيشرح لك كل الاثار الجانبية المرتبطة بالدواء، وكمان الروشتة احيانا ما بتكونش سهلة الفهم. علشان كده لازم تسأل وتعرف كل حاجة مش فاهمها. 2،
ما هي التعليمات المرتبطة بهذا الدواء؟ ده المفتاح الأساسي للعلاج، إنك تتناول العلاج بالشكل الصحيح. عشان كده كل أسئلة هتسألها هتفيدك كتير، زي هل يجب تناول على معدة فارغة؟ إيه الوقت الأفضل لتناول الدواء؟ هل يتفاعل مع أطعمة معينة؟ إزاي أحافظ على الدواء بشكل سليم؟ معظم الأدوية بتتحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة، لكن بعض الأدوية بتحتاج تلاجة، عشان كده لازم تسأل. ودي الحاجة التالتة، إنك لازم تسأل عن درجة الحرارة اللي هتبدأ تحفظ فيها الدواء. أربعة، إيه هي التفاعلات الدوائية؟ يعني لو بتاخد أدوية تانية اسأله، لأن بعض الأدوية بتتفاعل مع بعضها، عشان كده هو هيساعدك تحط جدول زمني يمنع التفاعل ده. رقم خمسة، هل يجب أن أذهب إلى الطبيب؟ لما تروح تشتري الدواء اللي بيتباع بدون وصفة طبية هيساعدك في تحديد بعض المعلومات عن الحالة الطبية بتاعتك، وهينصحك تروح للطبيب أولا. رقم ستة، أعمل إيه لو نسيت جرعة؟ هيعرفك الطريقة الصحيحة اللي بتتصرف بيها وبتشتغل بيها لو نسيت جرعة معينة. وما تترددش انك تسأل الطبيب الأسئلة دي كلها قبل ما تخرج من عنده، علشان تعرف الإجابات وتعرف ايه الصح من الغلط. هذا البرنامج برعاية كتير احلام وافرد جناحك.